يعني يروحون بكل شوق واندفاع، هدفهم فقط ينظرون إلى قبة الحسين عليه السلام. الناس تجي من البصرة ماشي أسبوعين يمشون، يقول بس أوصل السلام عليك يا أبا عبد الله ويرجع، يقول هذا هدفي، ما أبغي أبيت في كربلاء، يقول هدفي أصل إلى قبره أسلم عليه وأعود راجعا إلى بلدي. هذا لا يستحق الجنة؟ يستحق الجنة بلا شك. وإحنا ظلينا محرومين هاي العام، محرومين قاعدين، لكن جابر يقول من أحب عمل قوم أشرك، نحب الزوار وطريق المشاية وكل هاي المسيرة العظيمة، وإن شاء الله مكتوبين وياهم في الثواب، لكن انجي النوح على حسرتنا وعلى شوقنا للحسين، وشلون قعدنا هذا العام ونسمع هذا الشعر وهذه الأبيات تردد على كل منبر، إذا شئت النجاة فزر حسينا غدا تلقى الإله قرير عيني فإن النار ليس تمس جسما عليه غبار زوار الحسيني. شاعر آخر يتحسر يقول أنا جيت أكتب القصيدة لكن دموعي على خدودي، ليش تكتب قصيدة بهذا الوقت؟ يقول شوقا للحسين عليه السلام. اتأمل وياي وجه بوجهك وخل ضريح الحسين وقبة الحسين أمامك أمامك أمامك. الصادق يقول إذا زرت الحسين تمثل مصرعه أمام عينيك. يلا انت بهاي المجلس شوف الحسين على البوغاء مقطع ربا ربا. يقول اجيت اكتب قصيدة والقلب مكسور، من شلت القلم دمعات بعيوني، اجا وقت الزيارة واسمي مو مكتوب، معنات الأحبهم ما يريدوني، اجا وقت الزيارة واسمي مو مكتوب، معنات الأحبهم ما يريدوني، أتمنى أتعنى ماشي لحضرتك يا حسين بيا حالة حافي وشايل همومي علمتوني، واشرب بالمضايف شاي ابو السجاد، واحس بالجنة قاعد من يضيفوني، اذا ما انكتب زاير الك هالعام، وحق الزهرة اهوان لا يدفنوني، أظل أبكي وصيح بصوت يلا ويا يا زوار الحسين وياكم اخدوني، يلا ها يا زوار الحسين وياكم اخدوني، بعد مرة سجلها يا زوار الحسين وياكم. آخر شاعر آخر يقول يصور محبتك إلى الحسين وشوقك إليه، يقول حبك بقلبي يا غريب الغاضرية، واسمك كتبت بدمي ودموع الجري،
قال وإذا شئت النجاة تقصد المذبوح كل ذنب في يوم القيامة يصير مصفوح وشلون أزورك وانت ساكن قلبي والروح يلا ها ساكن بقلبي يا ذبيح الغاضرية ساكن بقلبي يا ذبيح لا موني في حبك ولا همني ليلومون مرات قالوا كافر ومرات مجنون أعيد وريد صوتك وياي ها لا موني في حبك ولا همني ليلومون مرات قالوا كافر ومرات وانوان عشانك والله ما همني ليقولون بس انت همي ولجلك تهون المنية ودي اوصل قبرك والزم الشباك ودي اوصل قبرك والزم الشباك وتراب زوارك اشمه وابقى وياك روحي ومالي والاهل يا حسين ايه صوت روحي ومالي والاهل يا حسين يفدا كل هم انت يا الولي ترضى علي كل هم انت يا الولي ترضى علي هل قبة الصفرة تلوذ بها الملايين هل قبة الصفرة تلوذ بها الملايين يلا صرختها وحدة من تجي لبيك ايه اعيد الصوت اعلى يستاهل الحسين يسجلك ويا الزوار ها هل قبة الصفرة تلوذ بها الملايين صرختها وحدة من تجي لبيك عجوا مناحة والدمع يجري بكل عين والأملاك وياهم تجرون خفية والأملاك وياهم تجرون خفية يا حسين جينا نبايعك يوم الزيارة بس نذكرك نشعر بغصة ومرارة والله منا والله فلا ننساك يا ملف الحيارة بس نذكرك تجري بس نذكرك الدمع يجري من العين عندي عن ابن الحاشمية خبر تأكيد يوصل سلام اللي يسلم له من بعيد طوبى إلى اللي يلزم الشباك بالإيد ومن حار قبر ابن النبي عفر الخد يلا عندك رسالة إلى الزوار يا زاير ضريح حسين مني بلغ رسالة الزم لي ضريح بصوت ودمع العين همال شنو الرسالة صدق يا ابن النبي
صدرك يا علي وطاه الشمال. إذا شئت النجاة فزور حسينا غدا تلقى الإله وبكل فريضة تروح للحاير الشيعة من مشهدك تطلع وتقصد للشريعة يا تزور البطل الأزهر أبو جفوف القطيعة. هذا زيارتنا لكن زيارة زينب إلى العباس شلون صارت؟ أبيات الدعاء إجيناكم يا أبو فاضل ولا جيتوا تنزلونا وهاي الروس جبنا ومنكم نطلب العون وراس حسين سمحوا لي تراه مكسرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بالحسين الوجيه وبحق أمي وجده وأخيه وأبيه